باللي كنحاربوا مع رئيس جمعيه السلام اللي باعت ساحه السلام. حنا عندنا واحد المشكل هنا في اكادير من نهار عطى سيدنا صاحب الجلاله التعليمات ديالو باش هاد القطاع ديال البيع الجائري في مدينه اكادير يتهيكل والسلطات المحليه قامت باعداد اللوائح ديال جميع البيع الجائرين هنا في مدينه اكادير وصنفاتهم وعدت اللوائح اللي سميتو. حنا كنا كنطالبوا دائما بتصنيف هاد البيع الجائرين كما عطى وزير الداخليه انذاك الحلول اللي اقترح باش يتصنفوا هاد البيع الجائرين ودار لهم الحلول الثلاث اللي تعطاو في جميع المدن المغربيه من عربات ومن تجاره الازقه ومن الاسواق القاره الثابته. هذا هو المطلب ديالنا اللي كنا كنطالبوا به دائما وبغينا مدينه اكادير باش تكون عندها واحد الجماليه. ما يمكنش حنا نجيو نعمروها بواحد العدد كبير ديال العربات اللي ما كانوش فيها. بغينا هاد الاموال المرصوده للمبادره نديروا بها واحد الحل ناجع لمدينه اكادير. لان مدينه اكادير ما خصناش نجيو نديروا فيها واحد العدد ديال العربات اللي ما غادي يخسر المنظر الجمالي ديالها. بغينا كل مهنه يتحدد لها واحد الحل ناجع. ديروا عندنا اسواق ثابته كما تعطوا التعليمات وباش تكون عندنا واحد الحلول اللي هي ناجعه وهاد الناس هادو تكون صون الكرامه ديالهم كما قال صاحب الجلاله نصر الله. وهادشي اللي كنتمناه ان شاء الله من هاد المسؤولين اللي كاينين هنا باش تكون عندنا واحد التضافر ديال جميع الجهود باش ننجحوا هاد المشروع الملكي السامي اللي كاين عندنا هنا في المدينه ان شاء الله بحول الله. ونتمناو الخير ان شاء الله في هاد باش خرجتوا في اللقاء يعني التواصلي اللي نظمتوه في بلديه اكادير. اللقاء التواصلي خرجنا به بعد الطلبات ديال جميع الناس المستفيدين اللي ثلاثه سنوات هذه باش اداوا الاقساط ديالهم كيطالبوا باسواق ثابته وكيطالبوا بالحل عاجل لان هادشي تعطل.